هذا الفيديو لشرح كيفية التعامل مع الصفير عند التنفس بعد الخروج من المستشفى مع مخطط توضيحي. من فضلك استخدم هذا الفيديو مع فيديو كيفية التعرف على علامات الصعوبة في التنفس الذي يوضح الأعراض المختلفة للصفير عند التنفس ومشاكل التنفس. بعد الخروج من المستشفى افحص طفلك على الأقل كل 4 ساعات لتقييم إذا كان يحتاج جهاز الاستنشاق الأزرق سالبيتامول. المخطط التوضيحي سوف يساعدك لتقرر عدد النفخات الذي يحتاجها. طفلك لا يحتاج جهاز الاستنشاق إذا لا تبدو عليه أعراض صعوبة في التنفس ولا يحدث صفير عند التنفس، ولكن استمر في فحصه على الأقل كل 4 ساعات. إذا بدا على طفلك أعراض صعوبة في التنفس أو صفير عند التنفس، ابدأ بإعطائه نفختين من جهاز الاستنشاق الأزرق. بعد 10 دقائق قرر إذا أعراضه تحسنت أم لا. إذا لم تتحسن أعراضه فمن فضلك قم بإعطائه نفختين من جهاز الاستنشاق الأزرق مرة أخرى وافحصه بعد 10 دقائق. يمكنك الاستمرار في فعل ذلك لحد أقصى 10 نفخات أو حتى تتحسن أعراضه. إذا بعد إعطاء طفلك 10 نفخات من جهاز الاستنشاق الأزرق سالبيتامول وأعراضه لم تتحسن، من فضلك قم بإعطائه 10 نفخات أخرى واطلب المساعدة سريعاً عن طريق الاتصال ب3 تسعات أو الحضور إلى طوارئ المستشفى. ولكن إذا تحسنت أعراضهم بين 2 إلى 10 نفخات، ارجع لبداية المخطط التوضيحي واستمر في فحصهم خلال 4 ساعات المقبلة. إذا احتاج طفلك 10 نفخات مرتين خلال 24 ساعة أو احتاج أكثر من 10 نفخات خلال مدة 4 ساعات، فمن فضلك قم التواصل مع طبيبك أو اتصل ب 1 1 1. من فضلك تذكر أن تستمر في فحص طفلك على الأقل كل 4 ساعات وأن تتبع المخطط التوضيحي. إذا شعرت بالقلق في أي وقت أن طفلك يعاني من أعراض شديدة، من فضلك أعطيه 10 نفخات واتصل بالإسعاف، ثم استمر بإعطائه نفخة كل دقيقة حتى تصلك المساعدة. من المحتمل احتياج طفلك لجهاز الاستنشاق كل 4 ساعات في البداية بعد خروجه من المستشفى، ولكن المتوقع أن يتحسن الطفل واحتياجه لجهاز الاستنشاق الأزرق يقل. يجب أن تذهب لطبيبك بعد 48 ساعة لفحص طفلك، وإذا كان طفلك يزال يحتاج لجهاز الاستنشاق بشكل دوري بعد 5 أيام، يجب أن تذهب لطبيبك مرة أخرى لفحص الطفل. هذا الفيديو تم إنتاجه بالتعاون مع The West Midlands Pediatric Asthma Network.